بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابي في الله، فيديو اليوم سوف نتكلم فيه عن الطرق التي أستعملها لعلاج مرض الإسهال عند الطيور، وخاصة طيور البادجي، الكناري، طيور الزبرة. أما الحسون سوف نتطرق إليه عبر دواء فعال بإذن الله في فيديو لاحق إن شاء الله، كما أن هذه الطريقة تصلح له. إذن على بركة الله، سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى حبة ثوم واحدة، ثم إلى 7 قطرات من الليمون أو الحامض على حسب الاسم الذي تتداولونه في دولتكم، ثم إلى الأرز. أما بالنسبة إلى الشاي سوف أريكم الطريقة الثانية عند انتهاء من الطريقة الأولى، ثم إلى نصف لتر من الماء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك وكومنت تحفيزي، ولكي تتوصل بكل جديد اشترك الآن. في رعاية الله.